Hi guys, welcome back to my channel. Today's video is very exciting because I'll be speaking in Arabic. So if you don't speak in Arabic, I'm sorry, but this video will be in Arabic. You can do the subtitles thing, but it's not going to be so accurate. Anyway, فالنهاردة الفيديو هيكون عن خمس حاجات لازم تعمليها قبل 2018. وانا عملت فيديو زي كده بس بالانجلش, فقلت اعمل قلت ليه ما اعملش نفس الفيديو بس بالعربي, علشان الفيديو بجد كان حلو, انا حبيته. النهاردة هتكلم على خمس حاجات تعمليها قبل 2018. حبيبة 2018, احنا في 2018. Also isn't this so cute, بجد بحبه جدا. جايباه عشان ينظم حياتي, ما بيعمل كده بعض الشيء. المهم, اول تيب هتكون بصي على 2017 و ايه يعني ايسي 2017 الكلمة, بس هي اللي انا بحاول اقوله مش عارفة اقوله, انه تبصي على 2017 وتبصي على اللي انت عملتيه صح واللي انت عملتيه غلط, والحاجات اللي انت عملتيها صح تحاولي تعمليها اكتر, بس ترفلكتي كده يعني, بس كأنك كده بتبصي على 2017 كله وتشوفي فين عملتي حاجة غلط وفين عملتي حاجة صح, عشان اهم حاجة انك تعرفي امتى عملتي حاجة غلط وامتى عملتي حاجة صح, عشان تقدري تميزي وتقدري تعملي اكتر من الصح, وان ذا فيوتشر بيظبط حياتك وكده. بس in the future يعني لو فضلتي تعملي كده, بس مش اللي هو السنة دي هتعملي كده وخلاص, بس لازم دايما نبص ورانا, نبص عملنا ايه وسوينا ايه اللي صح وايه اللي غلط, ونحاول نإليمينيت الغلط او الشيء السيء لمصلحتنا اللي احنا عملناه, ونعمل اكتر الشيء الصح اللي عملناه في حياتنا. فده tip number one. مع نفس التيب, مع tip number one برضو بنتكلم على انه rearrange كل حاجة بتاعتك. by rearrange قصدي ايه؟ قصدي تمسكي موبايلك, في apps انتي 100% مش بتستعمليها, لو سمحتي امسحيها. لا, انا هستنى, امسحيها دلوقتي. ليه لسه على الموبايل الابس اللي مش بتستفيدي منها ولا بتستعمليها؟ شيليها. احنا داخلين على 2018, فهتبقى بداية جديدة ليكي, بداية لموبايلك جديدة غير الموبايل. هي الحاجات البسيطة دي هي اللي بتفرق بجد معانا. قومي وضبي اوضتك, غيري نظام اوضتك, خليها كده refreshing ليكي, تحسي انك فعلا بداية جديدة, علشان هو مش كل سنة بس هي بداية جديدة, to be honest كل يوم بداية جديدة ليكي انك تغيري حياتك كلها. بس خلينا ماسكين في 2018, هي بداية جديدة, فليه ما تغيريش اوضتك, ظبطيها, rearrange ايه تاني, اللابتوب, معرفش عليك انتوا بتعملوا ايه, بس انا اللابتوب بتاعي الديسكتوب مليان حاجات ملهاش اي لازمة. go over it, امسحي اللي انتي مش محتاجاه, امسحي الدوكمنتس اللي خلاص اديتيها للجامعة او بعتيها لصاحبتك او whatever عملتي ايه بيها, امسحيها عشان انتي مش محتاجاها anymore, وبتاخد مكان, وعلى حاجة انك تفتحي اللابتوب تلاقي فاضي يحسسك انك هتعملي حاجة جديدة. اوكي, فده كله لتيب نمبر 1. تيب نمبر 2 هتكون عن انك تخلصي الجولز بتاعتك او الاهداف اللي انت كنت عايزه تعمليها, او اي حاجه كان نفسك تخلصيها او تنجزيها او تعمليها في 2017 تخلصيها في 2018. اعرف ناس كتير تقول لا خلاص هفكر في جولز جديده ل 2018, بس ليه هتفكري جديد وانت لسه عليكي, لازم تخلصي اللي انتي في دماغك سجلتيهم قبل, فانتي محتاجة تخلصي دول. ولو ما خلصتهمش في 2017 عادي تخشي على 2018 وتخلصيهم فيها, بس ده مش معناه انك تخشي 2018 ببس الجولز اللي انتي مخلصتهاش, عشان دي
دي حاجة مش هتشجعك كفاية. انت محتاجة goals جديدة عشان تشجعك انك تنجزي في 2018. احنا عايزين ننجز في 2018، عايزين 2018 تبقى السنة اللي ندمر فيها كل حاجة. في 2018 تحاولي تخشي بتشجيع، والتشجيع ده باي انك انك تكتبي، الكتابة حلوة قوي، انك تكتبي على ورقة او اي حاجة عندك في اوضتك وتلزقيها على الحيطة قدامك عشان تبقي شايفاها دايما، انك في 2018 عايزة تعملي كذا كذا كذا. واحسن حاجة انك لما تكتبي الجولز بتاعتك تحاولي تكتبيها بديتيلز، فمش بس هتقولي هروح الجيم، مش كفاية هروح الجيم يوم الحد والثلاث والخميس، احاول يوم الحد اعمل رجل وبابا، وتحاولي تخليها شوية ديتيلز، وعلى قد ما تقدري تعمليها كل شهر، كل شهر تقدري تعملي التك دي، عشان التك دي بجد بجد هتفرق معاكوا كتير، عشان هي بتحسسك بالانجاز او انك عملتي حاجة. والدنيا بتمطر برا، الجو ربيع وجميل، الجو مش ربيع ولا جميل، الجو بيمطر. anyway هنخش على tip number 3. ف tip number 3 دي حاجة اكتر للطلبة اللي زيي او اي عموما، لا ده مش الطلبة بس، اي حد بيحاول يحوش او يحافظ على فلوسه اكتر، يكنترول فلوسه عموما عموما عموما. انتي علشان تحافظي على فلوسك بليز بليز لو سمحتي ما تجيبيش حاجات لما بقاش فيه سيل. ليه بتجيبي حاجات وما فيش سيل؟ حتى لو السيل هيبقى 10%، ما علينا، ما علي، مش مهم السيل كام، بس نزل شوية اوكي. بس لو السيل 10% وانتي عارفة ان بعد شهرين او ثلاثة هيبقى فيه سيل 50% 40% whatever، طبعا ما تشتريش في 10%، استني ل 40%، وتحاولي تجيبي اكتر كمية في وقت السيل، عشان ده ساعتها ده اللي هينجز. يعني ساعات كده كنت مفكر هو لا انا هصرف كتير وبتاع، بعد كده لاحظت ان انا ممكن اجيب 3 حاجات بنفس الفلوس بدل ما اجيب 5 حاجات بنفس كمية الفلوس، فاهمين قصدي؟ فهيسيف كتير. فانتي لما تفكري في 2018 تفكري امتى في سيل. انا هنا في بلجيكا في سيلز في جانوري، فانا عارفه في جانوري انه لو حبيت لو انا عايزه اشتري حاجه دلوقتي، وانا دايما حابه اشتري حاجه بس لو حبيت اشتري حاجه دلوقتي ان ده الوقت الغلط، عشان في جانوري حرفيا في سيل 60% 70%. واحلى حاجه احلى حاجه يا جماعه انه على اخر السيل على اخر السيل بجد بجد في جاكيت جبته تقيل حلو جميل، بس هو فيه خيوط كده طالعه منه شويه من برشكا ب10 يوروز، 10، وهو كان مكتوب عليه 35، فانتوا متخيلين. بس اوحش حاجه في موضوع اخر السيل انه مش ضامنه انك تلاقي مقاسك، بس عشان هما خلصوا السيل فعايزين يخلصوا من الهدوم فهينزلوها اكتر حاجه تحت. فبس الموضوع ده انتي وحظك، يعني لو حاجتهم حلوه ولا لا، ما علينا. فبس ركزي على الشهور اللي انتي عارفه انه اكيد هتصرفي بيها اكتر، والشهر اللي بعديه تحاولي تصرفي اقل، والشهر اللي بعديه تحاولي تصرفي اقل، عشان تعملي حسابك للشهر الخمس شهور الجايه مثلا انك هصرف كتير في جون، فعايزه احوش لده، ماشي؟ فدي حاجة مهمة قوي انا شايفاها، عشان تقدري تتحكمي بفلوسك احسن وتصرفي صح. نمبر 4 وهو انك تضيعي علاقتك باي شيء او هابت يعني انتي بتعمليه مش صح ليكي، مش هيلثي ليكي، مش بيفيدك بحاجة، ممكن يكون بيضرك بالعكس، او ناس بس بتجيبلك كده نيجاتيف انرجي حواليكي، بتقعدي معاها كده بتحسي انك مرهقة. في من دول كتير، حتى وتقريبا هيبقى في عيلتك منهم، بس انا لا، العيلة مهمة فانتي تحاولي تستحمليهم، بس مش لدرجة انك تضري نفسك.
يعني بحاول دايما افكر الناس وافكر نفسي انك تبقي مؤدبة ومحترمة، بس مش لدرجة انك تضري نفسك، مش لدرجة انك تروحي وبعد كده تبدأي تعيطي او تبقي تقعدي يومين ثلاثة متضايقة عشان حاجة الشخص ده قالها فانتي مش قبلها او مش قبلها خصوصا منه كمان. فانتي تحاولي على قد ما تقدري انك تبعدي عن ناس بتجيب طاقتك تحت، يعني بتجيبلك بس طاقة سلبية انتي مش محتاجاها. احنا كفاية كلنا عندنا طاقة سلبية وعندنا positive energy، فانتي احنا بنحاول نزود عندنا positive energy، فانتي مش عايزة تروحي تقعدي مع حد بيجيبلك negative energy. يعني ليه هتقعدي مع حد بيجيبلك negative energy؟ المهم بس ده مش بس الناس، في افعال احنا بنعملها بتضرنا، في اي هابت برضو بتبوظ your energy، بتبوظ مودك، بتبوظ يعني طريقتك مع الناس او تقابل، تحاولي توقفي منها وتحاولي تفكري نفسك بقد ايه انتي مهمة، و positive energy مهمة جدا قوي قوي في حياتك. اخر حاجة which is tip number 5، اخر حاجة وانا بحبها قوي، اكتر حاجة حسيتها فرقت معايا في حياتي، انك step out your comfort zone. ماشي، ازاي يا حبيبة step out of comfort zone؟ يعني اطلع رجلي برا مثلا يا حبيبة؟ لا لا لا، مش عارفة دي بتكلم كده. ما علينا، ازاي step out of your comfort zone؟ اعملي حاجة برا العادات وتقاليدك انتي اللي انتي بتبقي مرتاحة فيها بيها. فانتي حاولي انك تعملي حاجة، يعني اكيد تفضلي صح، يعني تفضلي زي ما انتي انزانة، مش لو تطلع عريانة في اي حتة، لا لا، بس اللي هو تحاولي انك تجربي حاجة انتي ما جربتهاش قبل كده. ليه لا ما تجربهاش؟ ممكن اكله ما جربتهاش قبل كده، بس انا الطريقه اللي انا بحاول اتكلم بيها بحاول اتكلم اكبر من اكله، انك تتكلمي مع البنت اللي جنبك في الدرس عشان شايفاها لطيفه وكده، وليه ما نبقاش صحاب فاتكلمي معاها، حتى لو انت شخصيه هاديه انت شايفاها بنت حلوه فتعرفي عليها وشوفي لو هي فعلا بنت حلوه وبام بقى عندك صاحبه. حاولي تسالي حد، لو شفتي بنت لابسه بنطلون حلو تساليها جبتيه منين عشان انتي عايزه تعرفي. حاولي تستبي من يور كومفورت زون، ما فيهاش اي حاجه، ما فيش حاجه انك تحرجي نفسك. يعني موضوع احرج نفسي ده حساء حاجه كبيره، يعني لو رحت اكلمه هحرج نفسي، لو رحت اسال المدرس هحرج نفسي. لا مش هتحرجي نفسك، ما فيهاش حاجه، حتى لو حسيتي باحراج وبعدين يعني حصلت، بس انت سالتي السؤال اللي انت عايزه تساليه او حاولتي تعرفي على حد، انت عملتي ده، انت انجزتي، انت طلعتي من الحاجات المريحه اللي انت متعوده عليها وطلعتي بره وحاولتي، فشابو انك حاولتي. وده اهم حاجة، انك فعلا تحاولي، اي حاجة تانية مش هتفرق، بس انك فعلا تحاولي انك تستبي برا، انك تعملي حاجات انت مش متعودة عليها عشان دي بجد بجد بتريفرش نفسيتك نفسها، بتريفرش كل حاجة بيسكلي. وانا هنا جربتها سوري يا جماعة، انا هنا جربتها مع الناس اللي انا ساكنه معاهم، ان انا فعلا احاول اتكلم واحاول اسوشيالايز، وانا عاده من النوع اللي هو لا هم اللي يجوا مش انا اللي اروح، وحاجه كده تنكه قوي يعني، لا حاجه رخمه كده، بس استمتعت، ولما اشوف حد بقول له هاي، حتى لو عارفه اللي هو شفته مره، عشان عارفه بموضوع انك انا شفت الشخصيه دي مره ف ما نعرفش بعض كويس فمش هقول هاي، بس انا هنا بقول هاي، هقول هاي عاملين ايه، يومكو كان ايه، الكونفرسيشن الصغيره دي وبجد بتبقى حلوه قوي.
بس فدول الفايف تيبس اللي انا عندي قبل 2018 اللي انا بجد بجد نفسي انكم تجربوها. وانا شخصيا خصوصا بتاعت البادجيتنج دي انا هبقى بحاول اعملها في 2018، فهحاول انزل فيديوهات عن انا وصلت لفين وكده، مش هقول بالظبط يعني ارقام وكده، بس هقول مثلا يعني ازاي انجزت وكده، عشان اشجع نفسي ان انا اكمل في البادجيتنج واشجعكم انتوا كمان. فلو عايزين تبداوا الرحله دي او جيرني دي معايا فاجهزوا 2018. بس احب اشوفكم في فيديو تاني ان شاء الله. انا ناويه اعمل اكتر فيديوهات بالعربي hopefully وبس. فهشوفكم قريب ان شاء الله. انا hope you guys liked الفيديو ده، ولو حابين تشوفوا اكتر سبسكرايب تحت وفي بيل كده دوسوا عليه عشان يجيلكوا نوتيفيكيشن لما انا احط فيديو عشان تبقوا اول ناس تشوفوه. واكتر في فيديوهات اكتر عربي جايه، so wait for it. وكمان مكياج عشان انا بحب المكياج.